إن شاء الله راح نتكلم عن الأدوية المستخدمة في علاج القولون العصبي، الأدوية التي يصفها الطبيب أو يتناولها يعني أغلبية مرضى القولون العصبي لا تخرج عن دور تهدئة أعراض المرض فقط. يعني فمن الأدوية يعني الملينة للأمعاء أو المضاد للإمساك أو يعني الإنزيمات الهاضمة التي تستخدم وقت الشعور بالألام، وكثير من الأدوية يرتكز دورها في مساعدة على تنظيم حركة القولون. يعني أغلب الأدوية الكيميائية التي تستخدم في حالات يعني القولون هي أدوية تقوم بتهدئة الأعراض فقط، في يعني عقاقير مثل عقار بيروزا له أثر علاجي في كبح أعراض القولون العصبي، لكنه يعني في استعماله على المدى البعيد يسبب مشاكل وأعراض جانبية كثيرة، منها يعني الإخلال بإفراز بعض القدد وبوظائف أيضا الهرمونات الذكرية. وفي علاجات شهيرة جدا ممكن يتم استشارة الطبيب عنها، وأيضا المستخدم لعلاج قرحة المعدة الذي يستخدم في يعني على نطاق واسع في تقليل أعراض القولون العصبي، فإنه يعني على المدى يؤثر كذلك على بعض الهرمونات، في علاجات تؤثر على بعض الهرمونات. وأيضا القولون العصبي بشكل عام لا يوجد له علاج محدد إلا إذا يعني يتم تخفيف الأعراض بشكل عام. وأيضا قد تكون علاجات يعني علاج القولون العصبي بالأدوية الكيميائية وإفراضها على يعني أن يفرض الطبيب على يعني المريض نوع معين من العلاج قد يؤدي إلى تلف في الجهاز العصبي بشكل عام، لأن الأعصاب أغلبها موجودة في الأمعاء والقولون، وهذه المنطقة أكبر نسبة أعصاب موجودة في هذه المنطقة، وأي تأثير على هذه المنطقة يسبب خلل عظيم في الأعصاب. ننصحكم باستشارة طبيب مختص في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.